أربع ميليشيات دموية تتحكم في مصير العراق وتعبث بمقدراته هو ما خلصت إليه دراسة لمركز الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكي الدراسة الأمريكية تناولت الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط ودور ميليشيات إيران في لعب دور حائط الصد لحماية مشاريعها وكشفت الدراسة أن كل من ميليشيات بدر وحزب الله والعصائب والنجباء حولت من قوى رخيصه الى نفوذ سياسي دائم، تستخدمها ايران لاخفاء تدخلها في الخارج باقل كلفه ممكنه، ومن دون ارسال قوات ايرانيه لمناطق الصراع. وبينما تتصاعد وتيره الارهاب الايراني في منطقه الشرق الاوسط بشكل عام، ويتصاعد عبث وكلاء طهران في اليمن ولبنان، تركز واشنطن بشكل كبير على الميليشيات الاربع المذكوره في العراق. اذ تقول الدراسه انها تمثل الخطر الاكبر على مصالح واشنطن وتعد احدى الجبهات التي ستشعل النار في حال اندلاع اي حرب في المنطقه معهد المشروع الامريكي لابحاث السياسه العامه نشر تقريرا بشان كيفيه مواجهه نفوذ ايران وقال فيه ان ميل طهران لاستخدام وكلائها في العراق ينسجم مع اهدافها الايديولوجيه ويعكس صورة لطبيعة التصعيد ونقاط القوة والضعف العسكرية في البلاد. استراتيجية تمكن وفق تقرير المعهد نظام طهران من تحقيق أهدافه الإرهابية في المنطقة. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن الميليشيات في العراق قطعت شوطا طويلا في تثبيت النفوذ منذ احتلال البلاد، وتفوقت على المؤسسات الحكومية الرسمية ونجحت في وضع بذور الصراع في البلاد لعقود قادمة. ويشكل صعود الميليشيات في العراق بحسب مراقبين تهديدا متزايدا للمصالح الامريكيه ومن شأنه تقليص نفوذ واشنطن حيث ظهر ذلك بوضوح عندما هاجمت الميليشيات سفاره امريكا وقنصليتها في بغداد والبصره بجانب منشات دبلوماسيه اخرى.